أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أحسنت وبارك الله فيك. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الصورة المكية يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل أن يدخل في الإسلام بلغه أن ختنه زوج أخته فاطمة بنت الخطاب قد أسلمت، لأنه أنكر على أحد المسلمين وشدد عليه كيف تخلى عن دين آبائه وأجداده واتبع الدين الجديد، فقال له: أتعتب عني وأختك وختنك دخلوا في الإسلام. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن جاء إلى بيت ختنه زوج أخته فدخل عليهما، إذن ووجد بين أيديهما ورقة فيها صورة طه، وكان معهما خباب بن الأرت هو الذي يعلمهما، فاختفى خباب في داخل البيت. ثم بلغني أنكما كذا وكذا، قال: نعم، أسلمنا لله رب العالمين. فما كان من عمر إلا أن ضرب فاطمة فأسال دمها، ضرب على وجهها، فلما نظر إليها والدم يسيل رق قلبه، فقال: أعطني ما عندك، أعطنا ما عندكما من هذه الورقة. قالت فاطمة: إنك نجس بالشرك ولن تأخذها إلا إذا اغتسلت. فقام فاغتسل وأخذ الورقة، وإذا فيها طه: ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، تقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. وفتح الله صدره وأتى دار الأرقم فأسلم. وكان الرسول قبل إسلام يقول: اللهم انصر هذا الدين بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل. هذه الحادثة تمت بالفعل، والشاهد أن الصورة مكية ومن أوائل ما نزل في مكة. فقول ربنا تعالى طه، من أهل العلم من يقول طه من الحروف المقطعة كطاسين وآليف لام ميم إلى غير ذلك من فواتح الصور المفتتحة بالحروف المقطعة، طه كياسين كصاد وقاف. وهذا القول يصح لكنه مرغوب عنه. وعلي وابن عباس يروى عنهما أنهما كان يقولان طه اسم من أسماء الله حلف الله تعالى به، فقال: طه ما نزلنا عليك القرآن لتشقى. حلف لنبيه صلى الله عليه وسلم باسمه
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. من أسماء الله تعالى يروي ابن جرير الطبري في تفسيره هذه الرواية ويقول عن علي وابن عباس أنهما يقولان طه من أسماء الله ولله الأسماء الحسنى، والرسول كان يدعو ويقول بما علمتنا بأسمائك وما استأثرت به في علم الغيب عندك. ما الذي يحملهم على هذا؟ كلمة ما أنزلنا، حلف الله للرسول أنه ما نزل القرآن إلا ليبينه للناس. والقول الراجح عند ابن جرير والعلماء أن طه في لغة كثير من قبائل العرب وخاصة عكل أنه بمعنى رجل، طه رجل، كأنما قال يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهذا شائع في كثير من قبائل العرب في اليمن وغيرها، طه بمعنى رجل. ويصبح السياق يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، من القائل هذا؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه، ولا حرج. يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لتشقى لتتعب وترهق، إذ كان يصلي حتى تورمت قدماه. وبعض المؤمنين في مكة يربطون أنفسهم بالحبال حتى لا يناموا، فخفف الله تعالى عنهم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، سواء بإتعاب نفسك وإرهاقها في العبادة أو بالكرب والهم والحزن على عدم إيمان قومك وعدم دخولهم في الإسلام. لا تكرب ولا تحزن ولا تتألم، بلغ فقط وبين، والهداية بيد الله، لا تكرب أنت ولا تحزن، لا تكن شقيا في هذه الطريقة. وهذا من رحمة الله ولطف وإحسانه بنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل كل مؤمن ومؤمنة يدعو إلى الله عز وجل، ما يستجاب له أو يستجيب القليل ويترك الكثير، ما يكرب ولا يحزن ويبيت في هم وغم ويشقى، يعلم أن الهداية بيد الله وأن ما عليك إلا البيان والدعوة فقط. أما أن تهدي الناس وتدخل الإيمان في قلوبهم هذا ليس في قدرتك ولا في استطاعتك، هذا بيد الله عز وجل. فلا هم إذن ولا غم ولا تعب ولا شقاء، هذه رحمة الله بأوليائه وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى اللهم إلا تذكرة لمن يخشى، ذي هي حكمة القرآن وحكمة نزوله، تذكير يتذكر بها من يخشى الله عز وجل ويخافه فيواصل دعوة الله وعبادة الله والاستقامة على منهج الله وشرعه. وهذه فضيلة لأهل الخشية. أما أصحاب القلوب القاسية والنفوس الشديدة ما يستفيدون من القرآن إلى الآن، إذا قرأ القرآن عليهم ما يستفيدون، لكن أصحاب القلوب اللينة الخاشعة الخاشية إذا سمعوا القرآن ازداد إيمانهم وازداد صلاحهم وطهارة نفوسهم لوجود هذا العامل الكبير وهو خشية الله عز وجل. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، يخشى من؟ الله تعالى. فإذا كان يخاف الله ينتفع بالقرآن وإلا لا؟ إذا قرأ عليه ينتفع به، إذا قرأه ينتفع به، بخلاف ذي القلب القاسي والشديد الكفر والنفاق ما يستفيد من القرآن ولو قرأ عليه كله. فهو تذكرة لمن يخشى،
ثم قال تعالى تنزيلا. من نزل هذا القرآن؟ من أين نزل؟ وفي هذا معنى أن محمدا رسول الله، وهذا وحي الله وكتاب ينزل عليه، كيف لا يكون رسولا؟ لأن المشركين كذبوا في الرسالة وقالوا لن نصدق أنك رسول. وإلى الآن ملايين البشر ما آمنوا بأن محمدا رسول الله، كيف لا يكون رسولا والقرآن نزل عليه؟ أيعقل؟ مستحيل أن ينزل عليه القرآن وهو بين يديه وتقول ما هو برسول. ولكن من كتب الله شقاوتهم وجعلهم من أهل الخلود في جهنم لا يفهمون ولا يعون ولا يفكرون. إلى الآن القرآن موجود في العالم، بل في أمريكا وألمانيا يقرأ في الإذاعات، ما يسألون على من نزل هذا القرآن، ما يسألون ما في هذا القرآن، هاتوا رجال ونفهم عنهم، أبدا. قلوبهم مغلبة، ما تعي ولا تسمع. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيلا ممن من الرب العظيم الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات، خلق الأرض والسماوات العلى، عليا وتجمع على علا، سماء عليا وسماوات عليا علا. والسماوات جمع سماء، وهي سبع سماوات، ثبت هذا في القرآن الكريم والسنة النبوية وعلى ألسنة الأنبياء والمرسلين. سماء فوق سماء، سبع سماوات. والسماء الدنيا القريبة من هذه التي نشاهد الكواكب والأفلاك والنجوم فيها، سبع سماوات. من أوجد هذه السماوات السبع؟ ممكن يقال اللات أو العزى أو عيسى أو فاطمة أو فلان، كيف يقال غير الله؟ من يقوى على إيجاد هذه الملكوت؟ كوكب واحد لو تجتمع البشرية كلها ما صنعته ولا تركته يعيش في هذا الملكوت الأعلى. إذن تنزيلا ممن من الرب العظيم الذي خلق الأرض التي نعيش عليها والسماوات العلى، بعضها فوق بعض فهي عالية. هذا الذي يجب أن يخاف، يجب أن يعبد، يجب أن يحب من أجله وأن يبغض من أجله، هذا هو الله، هذا رب العالمين، هذا إله الأولين والآخرين. ما للبشرية معرضة؟ سبق المشركون في مكة يسمعون ويعرضون ولا يستجيبون. ثم قال تعالى الرحمن جل جلال وعظم سلطانه، ذو الرحمة العظيمة، ولولا رحمته، لولا رحمته بخليقته أعرضوا عنه، كفروا به، ألوا غيره، يبيدهم في كلمة كونوا أمواتا يموتون، ولكن يعصونه ويفجون عن طاعته ويخرجون عن أمره ونهيه، ولا يعذبهم ولا يشقيهم ويهملهم ويمهلهم ويزيدهم في الدنيا. هذا مظهر من مظاهر الرحمة، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. الرحمن ما له؟ أخبرنا عن نفسك يا ربي. قال على العرش استوى. العرش سرير الملك، واستوى عليه استوى يليق بجلاله وكماله، ولا يسعنا إلا أن نقول استوى، استوى يليق به. نحن لا ندرك ذلك ولا نعرف. أولا، هل نعرف ذات الله؟ مستحيل، وكل ما يخطو ببالك فالله مخالف لذلك. فإذا لم نعرف ذات رب، كيف نعرف كلمة الاستواء على العرش؟ وأحسن ما عند السلف أن مالكا رحمه الله دخل عليه سائل وهو في الحلقة يسأل عن كيف استوى، قال له الاستواء معلوم في أذهان، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. فالرحمن استوى على العرش يدير الملكوت ويدبر الكون كله. وهذا يجعل المؤمنين
يرغبون فيما عند الله ويرهبون من عذاب الله ويتحببون إلى الله لما عرفوا من جلاله وعظيم سلطانه وقدرته التي وسعت كل شيء وقدر بها على كل شيء. فإذا سمعوا أن الرحمن على العرش استوى لانت قلوبهم ورقت قلوبهم ولانوا يدعون الله ويسألونه وخافوا ورهبوا وآمنوا به، لا أن نؤول ونحرف ونبدل. ما أخبر تعالى بهذا إلا ليوجد الخشية في قلوب عباده والطمع والرغبة في قلوب عباده. ما دام الرحمن جل جلاله استوى على عرش يدير ملكوت كله وبيده كل شيء، النفوس كلها تحبه وتميل إليه وترغب فيما عنده. ما هو كالأصنام والأحجار والإنس والجن لا يملكون شيئا. ثم قال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. سبحان الله، كيف يعبد غيره؟ كيف يؤله سوى الله تعالى؟ وهو ماذا؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من هذا الملكوت الأعلى والأسفل كله له، وما بين السماء والأرض له، وما تحت الثرى أيضا. أصل الثرى التراب الندي المتبلل تحت الأرض، والمقصود من هذا ما تحت الأراضين السبعة. له كل شيء. كيف؟ أولا له ما في السماوات. أي شيء في السماوات؟ أفلاكها، ما فيها من الملائكة، ما فيها من خلق أوجده الله. كذلك الأرض، ما فيها من إنس وجن وحيوان وكل ما فيها. وله أيضا ما تحت الأراضين. كيف لا يعبد؟ كيف لا يتقرب إليه؟ كيف لا يسأل عنه؟ كيف 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 لولا أن الشياطين تصرف قلوبه وتبعد عن طلب الحق ومعرفته، وهم عاكفون على أصنام ويحاربون رسول الله ودعوته. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي تحت السماء، تحت الأراضين السبع. ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: وإن تجهر بالقول يا رسولنا فإنه يعلم السر وأخفى. هذه آية أخرى من آيات جلال عظيم الله وقدرته. كيف؟ إن جهرت بالقول يا عبد الله سمع قولك وعرفك، أسررته علم ما أسرته، ويعلم ما هو دون السر ما لم يكن بعد. إن تجهر بالقول يعلمه، وإن أسررت القول في نفسك علمه، ويعلم ما وراء ذلك مما لم يوجد بعده ولم يخطو بقلبك. الله لا إله إلا هو، هذا تقرير ما تقدم. تلك الآيات دالة دلالة قطعية علمية يقينية على أنه لا إله إلا هو. الله الذي قال لرسوله: يا رجل، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله الذي، الله لا إله إلا هو. الله اسم الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى، وبلغنا عن رسولنا أن لله 100 اسم. هذا الذي علمه رسوله وأنزله في كتابه، وله أسماء استأثر بها وما أطلع عليها خلق من خلقه. الله جل جلاله لا إله إلا هو، أي لا إله يستحق أن يعبد إلا الله. لماذا؟ هذا الذي نعبده مع غيره أو يعبدونه مع الله، ماذا خلق؟ ماذا أوجد؟ ما هي قدرته؟ خلق السماوات، خلق الأرض،
خلق ما بينهما، يعلم السر والجهر وأخفى. ماذا؟ صنم أو حجر أو تمثال أو رسول كعيسى عليه السلام أو أمه. لا، الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق يستحق أن يعبد إلا الله، له الأسماء الحسنى الجميل الفاضل الطيب. أسماء الله 100 اسم إلا اسما واحدا، إذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن لله 100 اسم إلا اسما واحدا، وهي موجودة في القرآن الكريم والسنة كذلك مكتوبة مبينة فيها. وهذه الأسماء هي التي ننادي الله بها وندعوه: يا رحمن، يا رحيم، يا الله، يا قوي، يا متي، يا قدير، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض. نناديه بها لندعوه ونسأل حاجاتنا. فلهذا لا ينادى ويدعى إلا الله، والله لا يجوز أن ننادي وندعو مخلوقا كائنا أبدا، لأنه مملوك لله، مخلوق لله، عاجز بين يدي الله، ما يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع. فهو الذي ندعوه ونسأله في صدق فيه غير الله، حسبنا أن يقول الله: الله الذي لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، ما بقي لات ولا عزى ولا صنم ولا حجر ولا ملك ولا غير ذلك. له الأسماء الحسنى الطيبة الطاهرة الدالة على عظمته وجلاله وكماله 100 اسم لاسم واحدة. هكذا مرة ثانية أتلوا الآيات وتأملوها: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، خفف على نفسك وارفق بها، ولكن أنزلناه، ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى، هنيئا لأهل الخشية، هم الذين يستفيدون من سماع القرآن ومن تلاوته. تنزيل ممن؟ ممن خلق الأرض والسماوات العلى، من هو؟ الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إذن كيف نطلب غيره؟ منين يعطينا؟ إذا كان ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى كله لله وحده، يجوز أن نقول: يا سيدي أعطني كذا؟ علمنا والله يقينا أن لله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، بقي من نقبل عليه نقول: يا أعطيني؟ والله ما بقي. إذ الله مالك كل شيء، هو الذي يسأل ويطلب ويطرح بين يديه ويتضرع إليه، ويبكي العبد ويخشى لأن حياته بيده ومصيره إليه. أما المخلوقات التي عبدها العابدون الجاهلون فهي مخلوقة مربوبة لله، ما تملك شيئا ولا تعطي شيئا. ومن هنا إن محا الشرك من قلوب المؤمنين والمؤمنات، ما بقي القلب يلتفت إلى غير الله، إذ غير الله ما يملك شيئا. فلنتأمل: له ما في السماوات وما في الأرض من أموال، من موجودات، من كل المخلوقات، وله ما بينهما أيضا، وله ما تحت الثرى والأرض السابعة. بقي من نرجوه، من نطمع فيه، من نسأله، والله ما بقي. وما يفعل ذلك إلا ضال وجاهل، والشياطين تعبث بقلبه. وإن تجهر بالقول أيها السامع فإنه يعلم السر وأخفى، فربك يعلم السر ويخفى، ويعلم ما هو أخفى من السر. إذن فاتقه، فاخشه، فاذكره، فافى حتى تنجو وتسعد. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، والله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إليكم شرح الآيات من الكتاب. قوله تعالى: طه،
لفظ طه جائز أن يكون من الحروف المقطعة كما قدمنا، وجائز أن يكون معناه يا رجل. ورجح الأمر ابن جرير لوجوده في لغة العرب طه بمعنى الرجل، وعلى هذا فمعنى الكلام يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ردا على النضر بن الحارث الذي قال إن محمدا شقي بهذا القرآن الذي أنزل عليه لما فيه من التكاليف، فنفى الحق عز وجل ذلك وقال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وإنما أنزلناه ليكون تذكرة ذكرى يذكر بها من يخشى ربه فيقبل على طاعته متحملا في سبيل ذلك كل ما قد يلاقي في طريقه من أذى قومه المشركين بالله الكافرين بكتابه والمكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي هذا القرآن الذي ما أنزلناه لتشقى به ولكن تذكرة لمن يخشى، نزل تنزيلا من الله الذي خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، أي رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما الذي استوى على عرشه استواء يليق به يدبر أمر المخلوقات، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى من الأراضين السبع. وقوله وإن تجهر بالقول أيها الرسول أو تسر القول فإنه يعلم السر وأخفى من السر، وهو ما قدره الله وهو واقع في وقته المحدد له، فعلمه تعالى ولم يعلمه الإنسان بعد، هذا السر أخفى من السر. مرة ثانية فإنه يعلم السر وأخفى، أخفى منين؟ من السر، وهو ما قدره الله وهو واقع في وقته المحدد له، فعلمه تعالى ولم يعلمه الإنسان بعد، هذا أخفى من السر. وقوله تعالى الله لا إله إلا هو، أي الله المعبود بحق الذي لا معبود بحق سواه، له الأسماء الحسنى التي لا تكون إلا له ولا تكون لغيره من مخلوقاته بحال من الأحوال. وهكذا عرف تعالى عباده به ليعرفوه فيخافوا ويحبوه فيؤمنون به ويطيعون فيكملون على ذلك ويسعدون، فلله الحمد وله المنة. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا إبطال نظرية أن التكاليف الشرعية شاقة ومرهقة للعبد. أعين إبطال نظرية أن التكاليف الشرعية شاقة ومرهقة للعبد. إبطال نظرية من يعذبون أنفسهم في الطاعة، كأن يبيت سهران ويربط نفسه في حبل في عنقه وفي العمود حتى لا ينام، أو يصوم الدهر كله، أو من الأعمال التي يدعون أنها تقرب إلى الله ولكن فيها من المشقة والتكليف ما لا ينبغي الله ولا يريده. هذه الآية ترد عليهم. إبطال نظرية أن التكاليف الشرعية شاقة ومرهقة للعبد. أي نعم، يوجد بعض الملاحدة العلمانيين كذا يقولون هذا الدين كله مشاق وتكاليف ما تنبغي للإنسان، فأبطل الله هذه الدعوة من أساسها، أبطلها رد على النضر بن الحارث الذي قال محمد شقي بالقرآن. الإسلام ما فيه شقاء نبلا،
لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الرباط ولا في الجهاد، أعماله لينة هشة سهلة، تحتاج فقط إلى اليقين والتوكل على الله والعبادة، ما في شيء شاق. لو كان الصوم 24 ساعة يشق وإلا لا، لكن ساعات النهار مع طلوع الفجر يكون قد تغدى، أخر السحور إلى آخر الليل، فأي مشقة إذن؟ كأنما تغدى في أول النهار، إذا غابت الشمس وجب أن يفطر. وهكذا ليس في القرآن ما هو شاق أبدا، لقول الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أبدا. ثانيا تقرير عقيدة الوحي وإثبات النبوة المحمدية. تقرير عقيدة الوحي، آمنا بأن الله يوحي على من يشاء من عباده وهم الأنبياء والرسل، وقد أوحى إلى نبينا هذا الكتاب وأنزله عليه، فعقيدة الوحي والتنزيل عقيدة كل مؤمن ومؤمنة. الله له أن يوحي إلى من يشاء وينزل كلامه وكتابه على من يشاء، ومن هنا كان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ونبيه، كيف لا وقد أوحى إليه وأنزل إليه القرآن. ثالثا تقرير الصفات الإلهية كالاستواء ووجوب الإيمان بها بدون تأويل أو تعطيل أو تشبيه، بل إثباتها على الوجه الذي يليق بصاحبها عز وجل. نثبت ما أثبت الله لنفسه من صفاته، أخبر أن الله يضحك، لكن لا نفهم كيف ضحك ولا يخطر بالبال أبدا، يجيء وينزل إلى سماء الدنيا ثلث الليل، لا نقول كيف لأن ما ندرك هذا. قال استوى على العرش، نقول استوى، نعم استوى يليق به، ما نعرف كيف جلس على عرشه. وهكذا صفات الله نؤمن بها كما أخبر هو وأنزلها في كتابه، ولا نقول كيف لعجزنا عن إدراك ذلك، لكن إيماننا بذلك يزيد في إيماننا ويقوي أعمالنا الصالحة. نعم. رابعا تقرير ربوبية الله لكل شيء. تقرير ربوبية الله لكل شيء، معنى هذا أن كل شيء في الكون الله خالقه، لا يوجد ما يفصل عن الله من الذرة المجرة، كل هذه الكائنات المخلوقات الله ربها أي خالقها ومالكها ومدبر أمرها، ولا شريك له في ذلك أبدا ولا يوجد. خامسا وأخيرا تقرير التوحيد وإثبات أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. تقرير التوحيد، يا أهل لا إله إلا الله، يا أهل لا إله إلا الله، اعلموا أنه لا يجوز لأحدنا أن يقول يا سيدي فلان أعطني كذا، لا يقول يا رسول الله أمدد يديك إلي بكذا، لا يقول يا فاطمة ولا يا حسن ولا حسين ولا يا جبريل ولا ميكائيل، لا يصح أبدا لمؤمن أن يسأل غير الله حاجته، وإلا نقض لا إله إلا الله وأوجد آلهة مع الله. فكل من سأل غير الله حاجته وتضرع إليه ورغب فيما عنده اتخذه إلها مع الله، مع أن الله قرر لا إله إلا الله.